يعني ايه يعني غيره صحيه؟ ازاي يعني تبقى غيره صحيه؟ شخص بيقول لحد ما تنامش ما تقومش ما تاكلش ما تشربش ما تلبسش ما تنزلش ما تتكلمش ما تسالي، ما تبقاش صحيه طبعا. لما توصل درجه التحكم وان انا اشعر بالامتلاك، ان انا امتلكت الشخص ده، طبعا انا بفقد اي صلاحيات محبه جواه. يعني بخسارتي ليه انا كده بدفعه انه يخسرني، وبيدفعني ان انا اخسره، فانا بقطم ظهر العلاقه. الفرق بين الشيء الصحي والشيء الغير صحي لما يزداد حده، لما الامر يصل الى بعض التشنجات في ملامحي حتى وانا بتكلم، في انفعالي. ليه هتكلم؟ بمعنى ليه هتكلم؟ ليه اصلا شخص يبقى غيران من شخص؟ المشكله فين؟ هو غيران منه، غيران عليه، غيران عليه. ليه المشكله فين؟ في قله ثقه الشخص بنفسه، ولا الشخص التاني مش راجل تمام، ولا ست مش مظبوطين في تصرفاتهم، فمديين الايحاء انهم غير اهل الثقه وغير جديرين بالثقه؟ ما عشان فين كده ليه حد يغير على حد؟ هقول لك على حاجه، هقول لك انا اهدي اهدي. الموضوع بسيط. المفروض ان انا بربي في ابني او بنتي ان هو صغير كده ان انت لازم يبقى عندك ثقه بنفسك. مش اي شيء يثير غيرتك، مش اي حاجه، لان في حاجه يعني عندنا المفروض ان احنا كونسبت كده ان الغيره الصحيه تدفعنا الى النجاح. طب ما بالك في العلاقات، الغيره الصحيه تدفعني الى النجاح في علاقتي بشريك الحياه او شريكه الحياه. اول حاجه عشان تبقى علاقه صحيه، رقم واحد الاعتراف، ان انا اجي عندك كده لما احس اني انا كده من جوايا هبتدي اشتعل، فاقول لك حبيبتي انا بغير عليكي قوي، او يا بيبي انا بغير عليك قوي، فارجوك ممكن نراعي الحته دي، يعني ما تزودهاش، يعني انا شفتك بصيت، طب المره الجايه في ابتسامه، وبعد الابتسامه هنهزر، وبعد الهزار هيبقى فيه، فارجوك ما تفرطش الامر منك. اذا اول حاجه الاعتراف. هي علامه حب يعني؟ هي علامة أولى حب، علامات الحب الحقيقي الغيرة يا فندم، لأن الغيرة شعور لا إرادي بي 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 بخوفك ورعبك وقلقك إن في حد تاني ممكن يخطف الروح دي منك، فأنت كده بني آدم طبيعي. يعني أصل برضو في شعرة كده ما بين الغيرة والتملك وبين الشك، الشك وحب ودي التملك، كارثة بقى هنأجلها شوية. إمتى فعلا الغيرة تبقى ناقوس خطر في العلاقة؟ أفضل على طول شاكك يعني أي طرف من الطرفين، سواء الزوج أو الزوجة، إنه لو عمل كذا أو هي عملت كذا، فبالتالي يعني ده أنا هروح أتجوز ليه زي ما إحنا كنا بنتكلم دلوقتي؟ أنا هروح أتجوز ليه لو أنا مش حاسس بالأمان؟ ما هو انا لازم عشان اسمع العلاقه على طول. واحنا بنتكلم خلينا نحكي الناس كنا بنقول ايه. كنا بنتناقش انا وانتي قبل ما نطلع الفقره في الفاصل، انه في بعض الاحيان في بدايه الزواج الناس بتبقى غيرانه، او المشاعر بتبقى لسه يعني الناس ما اتعودتش على بعض، فبتبقى غيرانه وبتبقى لسه مش حاسه بالامان قوي، مش عارف. ده اللي كنتي بتتكلمي فيه. انا كان ليا وجهه نظر، بقول لك ايه اللي ممكن يخلي الناس توصل لمرحله الزواج لو هي مش حاسه بالامان اصلا؟ حقيقي في حد ذاته مهم الاول، العلاقه باينه انها بايظه. عظيم. بس الثقه المفرطه والزائده عن الحد برضو مش صح. ده مش تشكيكا فيكي، ولكن هو خوفا عليكي من العالم الخارجي. انا بخاف على شريك حياتي من العالم الخارجي، لان انا عارفه الانسان اللي معايا، فانا منحته الثقه. عشان كده بقول لك اول حاجه انا لازم اعترف. طب انا بالنسبه لي انت يعني انت جيتي اعترفتي لي، قلتي لي يا هدى انا بغير عليكي وكذا، انا المفروض دوري انا هنا ايه؟ المراعاه، المراعاة والتقدير لمشاعرك، وان انا اعمل لك حساب، وان انا اخاف ان انت يعني هيجي عليك وقت كده هتحس ان انت ايه، انت لفتت نظري مرة والتانية التالتة انت مش هتلفت نظري، انت هتاخد اجراء. يبقى المشكلة فيك ولا المشكلة فيا؟ المشكلة فيا، لاني لم اخذ مشاعرك على محمل الجدية. هو الفكرة هنا ان انا ببقى مقدر اني انا الانسان اللي قدامي ده بيتعامل بمشاعره. هو الغير عبارة عن ايه يا جماعة؟ ما هي حب.